البطل الهولندي رامون ديكرز، ولد 4 شتنبر سنة 1969. لعب 224 نزال، فاز منها ب 186، منها 95 انتصار بالضربة القاضية. إذن فكيف كانت بداية هذا البطل الأسطوري والذي اشتهر في العالم وخصوصا في هولندا وتايلاند؟ بدأ رامون ديكيرز تعلم الفنون القتالية في سن 12، تدرب الجودو لفترة قصيرة، وسرعان ما انتقل لممارسة الكيك بوكسينج والتاي بوكسينج. في أول نزال لرامون ديكيرز فاز بالضربة القاضية، وذلك أدهش الجميع لأن عمره فقط كان لا يتجاوز 16 سنة. كانت البداية حافلة بالإنجازات، فانتشرت سيرته بسرعة كمقاتل صاعد شرس وسريع في الهجوم. سجل العديد من الألقاب في الكيك والتاي بوكسينج، وهنا أريد أن أشير إلى نقطة، هي أن البعض تختلط عليهم الأمور، والتاي بوكسينج والبوكس تايلانديز فهي نفس الرياضة، الاختلاف فقط في الأسماء. مثلا بالفرنسية بوكس تايلانديز، بالتايلاندية مواي تاي، وبالإنجليزية تاي بوكسينج. ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون فاز ببطولة هولندا. 1988 فاز ببطولة أوروبا. وسنة 1989 يفوز ببطولة العالم. واستمرت الألقاب والإنجازات حتى سنة 1999. ونقطة أخرى أريد أن أشير إليها هنا، واجه المقاتل الهولندي المقاتل المغربي حسن الكسريوي في هذا النزال بالضبط. أريدكم أن تشاهدوا هذه اللقطات وتحكموا بأنفسكم. فقد تفوق البطل المغربي حسن الكسريوي على الهولندي رامون ديكيرز، ولكنه ظلم من قبل التحكيم. ومن الأسباب التي جعلت رامون ديكيرز يشتهر كثيرا في تايلاند وتكون له شعبية كبيرة، هو أن القوانين هنا كانت مختلفة على أوروبا، لذلك فكانت القوانين وطرق تسجيل النقاط مختلفة، ورغم ذلك كان يتفوق على التايلاندي. حاز رامون ديكيرز على جائزة ملكية في تايلاند، وتم تعيينه سفير لجميع المقاتلين الأجانب. وقال ديكيرز إن هذا أعظم تقدير يمكن للحصول عليه لما حققته في هذه الرياضة. وفي فبراير 2013 توفي رامون ديكيرز أثناء حصة تدريبية وهو يركب دراجته، وهنا كانت نهاية رامون ديكيرز. ولكن في عالم الفنون القتالية لم ينساه المقاتلين لما تميز به من القوة والسرعة، وبالفعل كانت ضرباته سريعة جدا، وحقق العديد من الإنجازات والألقاب في عالم الفنون القتالية. كان هذا فيما يخص هذه الحلقة، وأتمنى أن تتابعوا سلسلة أبطال المحترفين. لا زال لكم موعد مع العديد من الأبطال، ليسوا فقط الأبطال الذين يظهرون الآن في الساحة، ولكن حتى الأبطال القدامى. إذن نكتفي بهذا القدر، أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك للفيديو، ترك تعليق تحفيزي، والسلام عليكم.